هم بالمبادرة. حاجة حلوة خالص. مشكورين ما مشكور على عبد الفتاح السيسي، بسم الله ما شاء الله يديها الصحة يا رب. واحنا البيت كانت وحشة خالص وكانت عيشتنا الحمد لله، يعني الحمد لله. وبالنسبة للمية لا، المية كويسة دلوقتي الحمد لله. قبل كده ما كانش بتيجي، ما كانش في مية، كانت تعبانة خالص، كل يوم قطع، كل يوم مكسورة، كل يوم قطع، بس دلوقتي الحمد إنما لله. بعد المبادرة وتطوير المحطة المية يعني المية بقت مستمرة. حلوة الحمد لله. بنشكر عبد الفتاح السيسي. احنا بنشكر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المبادرة الجميلة اللي هو عاملها حضرتك دي، وعملوا السقف عندنا هنا، وناقص دلوقتي على الترميم والسباكة والكهرباء والحاجات دي.